السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي. أتمنى تكونون بألف خير. واليوم مقامنا طبعا جميل جدا، واللي هو فرع أيضا من السيقال، اللي هو مقام البستنقار. أول شيء طبعا أنا أشكركم على التعليقات والاشتراك في القناة واني بخدمتكم. وأيضا أحب أنه قبل ما أنسى، دائما صندوق الوصف ذهبوا عليه لأي مقام ناخذه، واضح؟ وأنا بخدمتكم، أنه أي سؤال عندكم تقدرون تضيفوا لي بالتعليق باليوتيوب تحت أو أسفل الفيديو وأنا أجاوبكم عليه، يعني بدون الذهاب إلى الواتساب أو أي شيء. اليوم إحنا عندنا مقام طبعا باستنقار، لاحظوا أمامكم بالصورة، واللي هو طبعا دليلة بعد المفتاح، اللي هو أمامكم سي، طبعا ياخذ سي مي كار بيمول وياخذ مي كار بيمول. لاحظوا أمامكم سي كار بيمول، مي كار بيمول، ياخذ ايضا سول بيمول، هذا طبعا عرضي، يصير هنا هو جنس صبا. وبالنزول مي كار بيمول تلاحظوا، وسول بيمول ومي كار بيمول وسي كار بيمول. اذا هو ياخذ بالدليل سي كار بيمول، مي كار بيمول، وسول بيمول عرضي موجود امامكم، فياخذ من الاسفل، لاحظوا امامكم سي كار بيمول اللي فوق دائره سوداء، فوقها خط، هذه سي كار بيمول، هذه امامكم اللي هو ناخذها بالخط، امامكم نضع الخط فوق الدائره السوداء، هذا اصبع اول طبعا على لا، ومن ثم دو اصبع ثالث، وري مطلق، ومي كار بيمول اصبع اول على الري، ثم فا، ثم صول بيمول اللي هو مكان فا ديز على الري، ثم لا، ثم لا طبعا طبيعي عندك اصبع ثاني، ثم سي كار بيمول اصبع ثالث. تلاحظوا امامكم الان، امامكم شاهدتوا طبعا الاجناس مالت الجنس الاول سيقال ثلاثي على درجه العراق اللي هي سي كار بيمول، وجنس صبع على درجه الدوغا يعني على الري. لاحظوا امامكم الاجناس، وجنس راست على درجه الرست. البستنقار اول ما تبدون المبتدئين، انا اتحدث عن المبتدئين، هذا انت تعتبره طبعا، هذا تعتبره لا، تعتبر هذا لا، انا ستوتر بالنسبه لي، فهذا تعتبره لا، فنقول هذا لا. راح ناخذ يبدي يعني السي راح يصير عندك اصبع اول بين السي بيمول وبين السي طبيعي، هذا السي طبيعي اصبع ثاني، وهذا السي بيمول اصبع اول، هو يصير في الوسط. اذا يصير عندك سي، هذا مقام البستنقار، سي هذا عندك اول شيء سي اصبع ثالث، واضح؟ ثم يصير عندك مي كار بيمول فا، واضح؟ فا سول، واضح؟ لا سي، نعيده سي ري مي كار بيمول فا سول، اصبع شوف هذا سول بيمول، لا سي كار سي كار لا، ترجع صبا سول بيمول فا لا، واضح؟ هذا هو مقام البستنقار، ومن أجمل المقامات الجميلة،
ودائما تشوفون صندوق الوصف حتى تعرفون السلم مالته اللي هو يبدي سي وفا. اوكي العفو، اللي هو السلم مالته يبدي سي دو ري، واضح؟ هذا ري، ثم مي كار بيمول، فا صول، هذا صول بيمول، و لا سي كار، سي كار لا صول بيمول، واضح؟ فا مي كار بيمول دو سي. لا 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 لا. اخواني اتمنى انه من عندكم التمرين وما تقصرون واخذوا درجه واحده واحده، لان احنا ما قاعدين هنا انه نعزف قطع قويه. انا اقدر هسه اعزف قطع قويه واقدر اعزف اشياء سريعه، بس انا جاي اعلمكم ادرسكم. لذلك لا تنسون الاعجاب والاشتراك قناتي وتدعون اصدقائكم وشاركون الفيديوهات، وانا تحت امركم اي شيء عندكم نزلوا اسفل الفيديو. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.